الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأولا نحيي الإخوة من الصين ونتمنى أن يكونوا معنا وأن يستمر معنا في هذه الدورة. نحن الآن في سورة النازعات. سورة النازعات سورة مكية، إذن هي سورة مكية. وقدمنا في الدروس الماضية أن العلماء من علماء علوم القرآن قسموا القرآن إلى مكي ومدني، وقلنا أن المذهب الراجح أن ما نزل قبل الهجرة يسمى مكي، وما كان بعد الهجرة يسمى مدني. هذا هو أرجح الأقوال. وقلنا أن السور المكية لها اهتمام كبير في بيان التوحيد وفي بيان البعث والنشور والحساب ليوم القيامة، ومن ذلك هذه السورة التي معنا اليوم، مفتتحها بقوله والنازعات. والنازعات غرقا. ما معنى كلمة نازعة؟ طبعا انتبهوا لهذا الحرف والنازعات، وعندنا كسر، إذن هو قسم، إذن هو قسم، ومنه والمرسلات والطور، هذا كله قسم يقسم الله سبحانه وتعالى. عندنا والنازعات، النازعات هي الملائكة، إذن النازعات الملائكة. وكلمة غرقاء أي مبالغ. عندنا في اللغة العربية تعرفون القوس؟ نعم. عندما يمسك بطرف ويضع السهم، نعم، إذا جذبه 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 حتى يصل إلى النهاية، نعم، يسمى أغرق في النزع. أغرق في النزع يعني وصل إلى أقصى شيء. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول والنازعات غرقا. تبالغ في ماذا؟ الملائكة عندما تأتي تنتزع روح الكافر تنتزعه بشدة مبالغة. شبهها النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان العبد الكافر في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزلت ملائكة سود الوجوه حتى جلست منه مد بصره، فإذا رأى الروح، روح الكافر إذا رأت الملائكة تنتشر في الجسم كأنها تتمسك بالجسم، فإذا أرادت الملائكة إخراجها ماذا يحدث؟ تخرجها من كل مكان، من شعره ومن جده ومن بطنه ومن رجله، كل شيء، كأنها تبالغ في النزع فيجد الآلام. لذلك النبي شبهها بالصوف، إذا كانت عليه ماء ثم أتيت بحديدة كالمنشار ثم وضعتها بالصوف هكذا ثم أردت أن تخرجها ماذا يحدث؟ يتمزق. إذن الملائكة تنزع روح الكافر بمبالغة شديدة جدا من باب العذاب. لذلك المشركون مثلا روح المسلمين، المسلمين هذه والناشطات نشطة، والناشطات نشطة، تنتزع بعين او حمزه؟ لا، بعين، تنتزع. اذا عندنا المؤمن كيف تفعل به؟ تخرجها اخرى بسهوله. ارايت لو ان انسان ربطت قدميه ماذا يحدث؟ يمشي هكذا، فاذا فككت الحبال هذا النشاط. فروح المؤمن تخرجها الملائكه
بسهولة. لذلك شبهها النبي قال فتخرج كما تخرج الماء من في السقاء. تعرف الماء إذا وضعته في كأس ثم فعلت هكذا ماذا يحدث للماء؟ يسيل. يسيل بسهولة. والناشطات نشطا والسابحات. طبعا والسابحات سبحة المقصود بها الملائكة التي تذكر الله سبحانه وتعالى في كل مكان. جاء من صفات الملائكة أنهم لله ملائكة سيارون يبتغون مجالس الذكر. ولذلك الله ذكر من صفات الملائكة لأن الله سبحانه وتعالى في نهاية سورة النبأ قال إنا أنذرناكم عذابا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا والناشعات غرقا. إذن سيأتيك يوم تنتزع فيه شئت أم أبيت. الإنسان يطمع أن يعيش أبدا لكنه لا يعلم أن العمر له نهاية كما قال النبي أحبب من شئت فإنك مفارق. تريد أن تعيش؟ الإنسان شبهه الله بطفل ثم رجل ثم شيخا ثم ينهار حتى يرجع إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. إذن لو عشت كم؟ 100 سنة؟ 200 سنة؟ 300 سنة؟ آخرك الموت. وقبل الموت ستزهد في الدنيا. يقال أن أحد الأدباء أصيب بفقر شديد فذهب يشتري لحما ما وجد معه ماء ليس معه ماء فمن شدة الضيق يقول ألا موت يباع فأشتريه. يريد أن يشتري الموت يقول ألا موت يباع فأشتريه فهذا العيش ما لا خير فيه. رحم الإله روح عبد فصدق بالوفاة على أخيه اعتبرها صدقة ثم دارت الدنيا وأصبح وزير الدولة. موت إلا البيت. نعم. يقول بلغ من ترى في هذا الرجل الذي كان يتمنى الموت أنه كان عنده غلامان أحدهم عن يمينه والآخر عن شماله مع كل واحد هذا الأول معه معالق سبون معالق نعم جمع ملعقة يعطيه ملعقة يأكل يعطيها الغلام لا يأكل من نفس الملعقة مرتين الذي كان يتمنى نكتبها في آخر شيء يا شيخ هذا من غاية الفرق. فهذه الدنيا لذلك الله سبحانه وتعالى يذكرنا مات هذا الرجل الذي كان يتمنى الموت. لذلك الله يقول والنازعات غرقا للكافر والناشطات نشطا للمسلم والسابحات سبحا أن الله قد وكل الملائكة بالتمجيد والتسبيح لله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء الأط هكذا صوت صوت ركوب أو شيء فيقول أطت السماء وحق لها أن تئر ما في السماء موضع شبر إلا وفيه ملك ساجد أو راكع أو قاعد. لذلك ما قال والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا بعدين فالسابقات ثم قال فالمدبرات. إذن هذه من صفات الملائكة تسبق إلى الخير وأن الله قد وكل إليها مهمة إدارة هذا الكون. وكل جبريل بالوحي ووكل إسرافيل بالنفخ على الصور ووكل ميكائيل في أن يدق المطر والنبات ووكل ملك الجبال ووكل ملكا للأرحام ووكل ملكا للموت وهكذا.
ووكل ملائكة في الجنة، ووكل ملائكة في النار، ووكل ملائكة للعذاب، ووكل ملائكة للرحمة. لذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذكر رجلا قتل 99 نفسا، يقول في آخر الحديث ثم توفاه الله فتنازعت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فهذه هي الملائكة سابقات إلى كل خير ومدبرات لهذا الكون. الآن الله لما أعطانا من صفات الملائكة ماذا قال؟ قال والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابقات سبقا والسابحات سبقا وفالمسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. دخل الآن في أعظم مهمة، قال يوم ترجف الراجفة. ما هي الراجفة؟ النفخة الأولى. الله سبحانه وتعالى قد عمر هذا الكون جميعا لمهمة واضحة محددة، أن يعبد الله سبحانه وتعالى. ولما خلق الله هذا الكون قد وضع يوما ينهي هذا الكون، فكنهاية هذا الكون عند النفخة الأولى يموت كل من كتب عليه الموت يوم ترجف الراجفة. وسماها الله سبحانه وتعالى راجفة لأن تعرفون الزلزال أجرب الله إياه منه. الزلزال كم يستمر من الوقت؟ ساعة لن تجد أحد. إذا استمر 15 ثانية لن تجد أحد. هو عملية الزلزال في أعلى نسبة وصلت 10 ثواني. أنت تعرف الزلزال كيف يحدث؟ هكذا هذه الناس. لا كم استمر؟ أقل من 10 ثواني. وهكذا القشرة الأرضية تحدث هكذا. فإذا استمر ساعة لن تجد أحدا. فلذلك هذه لما ينفخ في الصور هذه الرجفة، والصور صوت عالي. أنت الآن عندما آتي بجهاز صوتي واضح عالي جدا وأجعله هاي، ماذا يحدث في المكان ونحن فيه؟ تشعر بشيء مزعج، ترتجف القلوب، كل شيء قد يقتل بالصوت. فالنفخة تزلزل الأرض وتقتل من فوق الأرض يوم ترجف الراجفة. ثم قال الله تتبعه الرادفة هي النفخة الثانية. الرادفة هي النفخة الثانية. النفخة الثانية. إذن يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة. إذن هناك نفختان كما قدمنا في سورة النبأ، إن يوم الفصل كان يوم ينفخ في الصور فتأتون. إذن عندنا نفختان، نفخة ترجف منها كل شيء ونفخة رادفة توقظ كل شيء. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في المدينة قام أحد اليهود فقال والذي فضل موسى على العالمين، فلطمه الصحابة قال والذي فضل محمدا على العالمين. فالنبي من باب التواضع صلى الله عليه وسلم قال ينفخ في الصور فأكون أول من يستيقظ.
فأرى موسى قابضا على قوائم العرش، فلا أدري أستيقظ قبلي أم أجيز بصاعقة الطبي. من كتب ألا يموت من النفخ. فانظر إلى النبي يقول نفخ يستيقظ كل شيء، فيكون النبي أول من يستيقظ صلى الله عليه وسلم. ذلك جاء من فضائله أول شافع وأول مشفع وأول من يشق عنه القبر صلى الله عليه وسلم، يوم ترجف الراجفة تتبعها. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين النفخة الأولى والنفخة الثانية 40. قالوا 40 سنة؟ يقول لأبي هريرة. قال أبيت. 40 يوما؟ قال أبيت. يعني النبي قال 40 وسكت، ونحن نقول 40 ونسكت. 40 يوما، 40 ساعة، 40 سنة. أبيت يعني لا أقول. يعني لما تقول هي 40 سنة تقول أبيت بمعنى لا أنفس. هكذا سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم 40، فلا أزيد. وهذا من أدب الصحابة رضي الله عنهم. إذن يوم ترجف الراجفة تتبعها قلوب يومئذ واجفة. ما معنى واجفة؟ خائفة. والوجيف هو سرعة ضربان القلب، عندما يضرب القلب بكثرة يسمى وجف القلب، وهذا لا يكون إلا في الفزع. في الجاهلية كان هناك ثلاثة نفر عرف عنهم باسم الصعاليك. الصعاليك وهم قوم يركضون على أرجلهم يسبقون الخيل. الأول اسمه تأبط شرا، والثاني اسمه الشنفرة، والثالث اسمه عمرو بن براقة. أسامي غريبة، لكنهم كانوا سريعين، وكان في الجاهلية ليس ثم قانون، فكان قتل وسفك وسرقة. لكنهم ذهبوا إلى مكان يعرف بما لقبيلة عربية اسمها فجيلة. هم ماذا يريدون؟ يريدون تأبط شرا. انتبه، الآن الناس ليلاً وبجيلة متربصة حول البئر، فأمر بن براق يمشي مع من؟ تأبط شرا والشنفر. فقال تأبط شرا قفا. قالوا ماذا؟ قال إني أسمع وجيف قلوب القوم من شدة رهافة سمعه يسمع ضربات القلب. فقال له السر إنما هو قلبك، يعني كانوا يقول أنت جبان. فأخذ أيديهما ووضعها على صدره، قال ما وجف قط وما كان وجافا. الله أكبر. فذهب الشنفرة وشرب وعاب، قال ما رأيت أحدا. ذهب عمرو بن براق شرب وعاب، قال ما رأيت أحدا. قال إنهم لا يريدونكم ولكنهم يريدونني أنا. فماذا فعل؟ قال الآن نعمل خطة، أنا سأذهب إلى البئر، بمجرد ما أشرب سيقبضون علي. أنت أيها الشنفرة اركض لكن لا تبعد، وأنت عمرو بن براقة اكمن في مكان قريب مني، فإذا سمعتني أقول عليكما به فأتي فحل وثاق. فلما قبضوا علي قال مر الشنفرة، قال يا شنفرة أخاك، الآن وقت الدفاع. أنا أخوك. قال أنا مستعد أن أستسلم لكم، لكن بشرط تسمحون لي أركض لمدة معينة، فإذا تعب فتعالوا فاقبضوا علي، وهذا مطلوب أيضا من قبيلة أخرى. فماذا فعل؟ لما تركوا تهبط شر وذهبوا يقبضون على الشنفرة قال لهم عليكما به، فجاء عمرو بن براقة وحل وثاقه وانطلقوا الثلاثة هاربين. انطلق الثلاثة هاربين. فالشاهد فيها كلمة واجد أي خائف، أي خائف. إذن كلمة قلوب يومئذ
واجفة أبصارها خاشعة. الآن الخشوع لمن؟ هنا للبصر أم للقلب؟ للقلب. هو للقلب. القلب إذا خاف خشع البصر. إذن يسمونها العلماء أعمال القلوب. كلما خفت من الله كلما سكن كل جوارح سلام. فهنا أبصارها خاشعة أي أبصار أصحابها، لكنه ربطها بالقلب لأن القلب هو الذي يحرك كل شيء. القلب هو الذي يحرك كل شيء. لأنك إذا طمع طمع القلب، إذا خشي خشي القلب، إذا فرح فرح القلب. لذلك الله يقول سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماء ولكن يناله التقوى منكم. قال سبحانه وتعالى فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. قال سبحانه وتعالى أم لهم قلوب لا يعقلون يفقهون بها. فالقلوب هي محل كل شيء، لذلك الله ربط الخوف بها. فإذا خافت القلوب خشعت وخشعت الأصوات للرحمن. فالإنسان في ذلك الموقف قدمنا فيما مضى من سورة النبأ رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. هنا يقول قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. لكنهم في الدنيا قالوا عكس هذا. ماذا قالوا؟ يقولون أئنا لمردودون في الحافلة. إذن أبصارها خاشعة. إذن قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. ثم قال ثم يقولون إذا كنا أئنا كنا عظاما نخرة نخرة أئنا لمردودون في الحافة. إذا معنا لفظ نخرة ولفظ حافة. كلمة نخرة العرب استصعبت في جاهليتها أن يعاد الإنسان إلى الحياة. من يحيي العظام وهي رميمة؟ أإذا مزقنا كل ممزق؟ فدائما هنا يقولون نخرة، والنخرة العظام البالية. الآن في بعض العظام لو مسكتها هكذا كما فعل أبي بن خلف، جاء إلى النبي ومعه عظم ثم ضغطه هكذا ثم فعل هكذا فتطاير. قال أيحيي العظام وهي رميم؟ فقل يحييها الذي شاء أول مرة. إذا كنت تستنكر العودة فانظر إلى البداية. هنا يقولون أئنا لمردود أئذا كنا عظاما نخرة. هم الآن قلوب واجفة أبصارها خاشعة، لكنهم في الحياة الدنيا ماذا قالوا؟ يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. إذن أئذا كنا عظاما نخرة أئنا لمردودون في الحافرة، يعني استصعبوا أن يكون الإنسان الذي يعيش الآن هو الذي سوف يعود. العرب في جاهليتها يؤمنون أن الله خلق كل شيء، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. الله. إذن هم لا ينكرون الخلق، لكنهم ينكرون ماذا؟ أن يعود الإنسان نفسه إلى الحياة. فالله سبحانه وتعالى دائما يحدثنا أن الذي خلق الإنسان في أول مرة من نطفة فعلقة فمضغة ثم جعله خلقا آخر قادر على أن يقول لي ولك ولمن سبقنا ولمن يأتي بعدنا قم إلى الحياة فيقوم. أئذا كنا عظاما نخرة أئنا لمردودون في الحافرة. يقول العرب عاد في حافرته، رجع مرة أخرى، رجع إلى نفس المكان.
إذن هل سنعود نحن أنفسنا؟ نحن أنفسنا سنعود بهذا التركيب، بهذه الصفات، سنعود نحن دون نقصان؟ نقول نعم سنعود كما كنا دون نقصان، وهذه قدرة الله. فهم العرب كفروا لأنهم زعموا أن الله لا يقدر على ذلك. كيف يكون إله ولا يقدر؟ لذلك العرب تضاربت، منها كيف الله سبحانه يسمع كل الأصوات في نفس الوقت؟ فلذلك جعلوا لله شفعاء، وهذه تشبيه منهم الخالق بالمخلوق. هل الملك أو الأمير أو السلطان يستطيع أن يسمع كل الناس في نفس الوقت؟ لا. فلذلك يحتاج إلى وزراء، والوزراء يحتاجون إلى وكلاء، والوكلاء يحتاجون إلى مدراء، والمدراء وإلى أن يصل إلى المواطن العادي. لكن أحد السلف قال: كيف يحاسب الله الناس يوم القيامة في نفس الوقت؟ استصعب. الله سبحانه سيحاسبنا جميعا في نفس الوقت، يحاسبك أنت وأنت وأنت وأنا في نفس الوقت. قال نعم، فكأنه استصعب، كأنه استغرب، فقال: كما يرزقهم في الدنيا في نفس الوقت. الله يرزقنا جميعا في نفس الوقت، استصعبت أن يحاسبنا في نفس الوقت؟ أنت تتعامل مع جبار السماوات والأرض فلا تشبهه. لذلك الله يقول: ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، لا يسأل عما يفعل، لأنه إله ليس مثله شيء. يقولون: أإذا كنا عظاما نخرة أإنا مردودون في الحافرة؟ ثم قال الله: قلوب يومئذ واجفة أبصارها، يقولون أإذا كنا عظاما نخرة أإنا لمردودون. ثم قالوا: قالوا إذا تلك كرة، إذا كرة خاسرة. المشركون يريدون التكذيب أم التصديق؟ إذا جعلتها من باب التكذيب أن إعادتنا مرة أخرى إلى الحياة باطلة، إعادتنا للحياة شيء باطل. أما إذا عاينوا الحياة قالوا: إذا صدق هذا الرجل فيما أخبرنا لأننا سندخل النار، إذا نحن خاسرون. لذلك يأتيك أحد الملاحدة يقول لك: وما يدريك أن ثم حياة في الآخرة، ربما تكون خدعة. هل رأيت الجنة؟ هل رأيت النار؟ لم يأتنا أحد يخبرنا عن الجنة والنار بعدما ذهب إليها وعاد. فنقول له: إذا آمنت أنك مخلوق فلا بد لك من خالق. فإذا آمنت أن هناك خالق فهذا الإله كامل في جميع صفاته، إذن لم يخلقنا سدى ولم يخلقنا عبثا، فكل شيء عنده بمقدار، ولم يهملك، أرسل لك رسل وأعطاك من الآيات ما تصدق به أولئك الرسل. فبناء عليه إذن أخبرنا نبينا أن ثم جنة ونار. هل أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يخالف الأخلاق؟ إذن أمرنا بمكارم الأخلاق وجمال الصفات، بناء عليه هذا الرجل صادق، لأنه لم يأمرك إلا بما هو جميل. ثم أخبرك أن إلهك جعل جنة لمن أطاعه ونارا لمن عصى، لأنه لم يخلقنا عبث ولم يتركنا سدى. إذن
قالوا تلك إذا كرة فإنما هي زجرة فإذا هم يقول الله سبحانه وتعالى كذبوا ما شئت وافسقوا ما شئت واكفروا ما شئت فسيأتي لحظات هي زجرة واحدة إما كما قدمنا والناجحات غرقا سيأتيك من يختطفك وأنت في قمة كفرك والعياذ بالله فترى عيانا ما سوف تلاقي لذلك يقول النبي في حديث البراء بن عازب إن العبد الكافر إذا كان في قطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزلت عليه ملائكة سود الوجوه معهم حنوط من النار وكفن من النار فإذا رأتهم انتشرت في الجسم فيخرجها ملك الموت يجلس عند رأسه يقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب فينتزعها كما ينتفع السفود من الصوف المبلول فإذا أخذها ملك الموت وضعوها في كفن ثم صعد بها إلى السماء فالملائكة تسأل من هذا؟ فيقولون فلان ابن فلان بأسوأ الألقاب والصفات ثم يريدون أن يدخلوه السماء فيقولون له لا يدخل لأن الله يقول ولا يلجون الجنة حتى يلج الجمل لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط الإبرة فيها فتحة هذه الخيط هذا يسمى سم هل يستطيع الجمل أن يدخل هذا المكان؟ فالكافر لن يدخل الجنة يقول النبي هل الملائكة تعيده مرة أخرى إلى الأرض؟ لا تقذفه يا تتركه هو في السماء حتى يسقط إلى قبره فيأتيه ملكان فيقول له ما ربك ما دينك من هذا الذي بعث فيك أما الكافر والعياذ بالله والمنافق فيقول ها لا أدري فيضربونه بمطرقة يسمى المزربة ضربة لو ضرب بها جبل لعاد تراب ثم يأتيه رجل يقول أبشر بما يسوءك فما علمتك إلا مسارعا للشر تاركا للخير يقول وأنت بشرك الله بشر من أنت؟ قال أنا عملك السيء يفتح له باب للجنة يقول هذا مكانك لو أطعت الله ويفتح له باب إلى النار قال هذا مكانك لما عصيت الله هذه الدنيا يقول ربي لا تقيم الساعة ربي لا تقيم الساعة إذا هذا العذاب أنا قابل بهذا العذاب الذي في القبر لذلك الله يقول سبحانه وتعالى تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة فإذا هم كلمة الساحرة هي الأرض إنما هي زجرة واحدة زجرة الصوت لما أقول لك زكريا هذه زجرة واضح؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى الساحرة الساحرة هي الأرض كل الناس ينامون فوق الأرض أو يسرون فوق الأرض فالله سبحانه وتعالى كلنا بعدما يموت من يموت منا بالزجرة الثانية كلنا سنستيقظ من قبرنا لنواجه حسابنا نسأل الله سبحانه وتعالى العافية هذا وصلى الله على محمد وجزاكم الله في سؤال؟ نعم فضيلة الشيخ أما قول الكفار في سورة ياسين يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا كلمة هذه يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا تفسيرهم هم يسألون الآن هم استيقظوا ما النتيجة؟ يعني كلمة ندامة أو إيه؟ ندامة ليس استفسارا لأنهم استيقظوا من بعثنا من مرقدهم فكان الجواب هذا ما وعد الرحمن كأنهم كانوا يريدون أن يتابع العذاب في القبر ولا يذهبون إلى القيامة حتى يدخل النار لا عندنا يا شيخنا يا شباب عندنا
عندنا الحياة ثلاث. نعم. الدنيا. الدنيا. الآخرة. هنا البرزخ. هذا البرزخ حياة مستقلة غير مرتبطة بهذا. ولا بهذا. ولا مرتبطة بهذا. لماذا؟ هنا حياة لوحدها بدليل أن هنا نعيم وهنا جحيم. لكن الإنسان بعدما يستيقظ من القبر يعيش حالة أخرى من الخوف والهلع والفزع، لا يعرف كيف سيلاقي مصيره، هل سيأخذ كتابه بيمينه، هل سيأخذ كتابه بشماله، هل سيفحص الله على رؤوس الأشهاد أم يستر الله عليه، لا يعرف. فالحياة هنا بوابة، إن كانت صالحة فنسأل الله أن تكون في الآخرة صالحة. لذلك الإنسان هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحواس، قال إن العبد المؤمن وذكر العبد الكافر. يسألون ثلاثة، هل هناك عذاب للمؤمن؟ نعم، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على القبرين قال يعذبان وما يعذبان في كبير، فذكر البول والنميمة. فإذا السؤال مرحلة والنعيم والعذاب مرحلة، غير مختصة بالكفار وغير مختصة بالمؤمنين. بمجرد ما ينفخ في الصور تبدأ رحلة جديدة، ينسى الإنسان خلالها ما مضى ويبدأ يفزع. لذلك الملائكة الأنبياء وهم الأنبياء يقولون دعاؤهم في ذلك اليوم اللهم سلم سلم، حتى أن آدم يقول لست هناك، نوح لست هناك، إبراهيم لست هناك، موسى لست هناك، عيسى لست هناك، يعني ليس هذا مكاني، هذا موقف عظيم. قد غضب الله اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فكلهم يخاف من ذنبه إلا رسولنا صلى الله عليه وسلم، لأن نبينا هو الوحيد الذي أخبره الله أنه مغفور له ذنبه ما تقدم وما تأخر. حتى أن عيسى عليه السلام يقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فالمشركون لم يقومون من مرقدهم يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يا ويلنا كناية عن أنهم واجهوا مشكلة، فقالوا من بعثنا من مرقدهم من فزع، هل هذا القيام سيكون له ما يترتب عليه ولا فقط قيام؟ فربطها الله بقوله هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسل، فمرقدكم الذي استيقظت منه سيكون ما بعده شر منه والعياذ بالله. نعم، الأبيات يقول ألا موت يبقى يقول ألا موت يباع فأشتريه فهذا الحي ما لا خير فيه، ألا رحم المهيمن روح عبد تصدق بالوفاة على أخيه. هذا الموت ما لا خير فيه. نعم.